تعلن بشخصية تتعلم بشخصية أو أكثر وترتبط بمكان وزمان محمد دين محددين ويكتب ويكتب بأسلوب واضح مباشر. كل واحد يستطيع أن يعطيني العنوان عنوان الخبر. كل واحد معه خبر. حسن ما خبر العنوان؟ تحتفل بتوزيع جوائز للمؤسسات والجمعيات الخيرية والتميز اليوم. ممتاز. حسن طيب من عندك؟ نزاهة تطلب التحقيق في تردي خدمات مستشفى حائل العام. ممتاز. أنت عند صوتك تجربة وين التركي؟ يعرف تجربته فين؟ في القراءة. يعرف تجربته في القراءة. نستمع لهذا الخبر. تفضل. استمع الخبر جيدا. كل يستمع الخبر. على صوت. تقيم مكتبة الملك عبد العزيز الحامد بالرياض. ضمن فعاليات المشروع الوطني لتمثيل الصلة في الكتاب لقاء بعنوان تجارب القراءة. وذلك من الساعة 7:30 مساء يوم الأحد 3/1433 هجري الموافق 16 ديسمبر 2012 ميلادي لمكتبة الملك عبد العزيز الأزمة فرق الخدمات وقاعات الاختلاف بطريق خريص. وسيكون المتحدث الزميل مدير التحرير للشؤون الثقافية دكتور إبراهيم بن عبد الرحمن التركي التابع عاما لحضور هذه المناسبة الثقافية. سمعت الكلام هذا؟ هتسمع شيء؟ ايه اللي فهمته يا فيصل؟ وقف. ما سمعت شيء صح؟ ها؟ ما سمعت. ومن تبعه؟ انا سمع الخبر مرة أخرى من عمر. تفضل. في كتاب لقاء بعنوان تجاربهم في القراءة. عند الساعة 7:30 مساء يوم الأحد 3/1433 الموافق 16 ديسمبر 2012 ميلادي مكتبة الملك عبد العزيز العامة فرع الخدمات وقاعات القاع بطريق خريص. وسيكون المتحدث الزميل مدير التحرير للشؤون الثقافية الدكتور إبراهيم بن عبد الرحمن التركي والدعم عامة لحضور هذه المناسبة الثقافية. دعوة عامة لهذا الموضوع وخاص هذا اليوم في الساعة 7:30 موجود في مكتبة الملك عبد العزيز محاضرة عن القراءة ونحن في وحدة الوعي الايه؟ أتمنى أن يكون هناك حضور. يبقى أول شيء في الخبر الصحفي درسناه هو عنوان. الله يبارك لك ما شاء الله. يعني هذا العنوان إيه بقى؟ مصدر الخبر. من أين جاء الخبر؟ أحسنت. من أين جاء لنا هذا الخبر؟ يعني ذلك ما تحدثنا به وسمعناه هو مضمون. مضمون الايه؟ مضمون الايه؟ خبر. ركز بقى عند مضمون الخبر. من يقرأ هذا؟ تفضل عبد الرحيم. مضمون الخبر اشتمالية على الأسئلة اشتمال على الأسئلة الستة. الستة. التي شايفها نظرة غير. التي تجمل. لا. التي تجعل منه إيه؟ خبرا مكملا وصالحا للنشر. واضح؟ يبقى هناك أسئلة كام يا أولاد؟ ستة. أسئلة؟ ستة. أسئلة؟ ستة. في غاية الأهمية. في غاية الأهمية. ما الأسئلة الستة؟ سنضعها بهذه الصورة. أول سؤال. ماذا؟ الله يكرمك. السؤال الثاني. بارك الله فيك. السؤال الثالث. أين؟ نعرف هذه الكلمات. متى؟ ممتاز جدا ما شاء الله عليك. لماذا؟ كيف؟ واضحة الصورة؟ واضحة. ماذا هو أهم شيء في الحدث؟ مش عندي؟ ماذا أهم شيء يوجد في الحلقة؟ لأنه لب الموضوع.
ثم من؟ من إيه؟ هي الشخصيات أو الشخص دعنا؟ الشخصية أو الأكثر يدور حولها إيه؟ الحل والإيه والخبر. ثم بعد ذلك أين استقيت هذا الخبر؟ مكان. ثم الزمان وهو مهم. الزمان أحد أمرين، إما أن يكون قد ها حدث وانتهى، وإما أن سيحدث. شيء يعجبكم جدا وتحبوه جدا جدا، يقول لك أقيمت أمس مباراة كرة بين فريقين الله يكرمك، أو يقال لك ستقام بعد غد ها مباراة، يبقى في زمن ايه ها؟ سابق وزمن حاضر. لماذا؟ لماذا هذا الحدث؟ وش المضمون اللي نتوصل اليه؟ وكيف حدث هذا الامر؟ وهذا ايضا مهم. افتح معي الكتاب بارك الله فيك ياتي لنا التطبيق العمل. افتح صفحه 204 ونقرا سريعا هذا الخبر الصحفي. ثم لدينا نقطه مهمه. صليت في دقيقتين في المستشفى. تراجع.